أنا كتير فرحان إني زوركم وإني حي فيكم هيدي الإرادة والقوة. ب14 عيد الحب وب15 العيد العالمي للسرطان، مش هيك؟ هذا هون البطل العربي. لما جينا زرنا مركز الحسين للسرطان، هيدا المركز اللي عم يشفي الكثير الكثير بأيدي خيرة من الأطباء، من الأميرة غيدة يلي أخذ على عاتقها أنه تهتم بالأشخاص المصابين. بس أهم شيء هو الإرادة اللي عندكم أنتو دايماً،